من ضمن الزبائن او فنانة اللي على هذه الطائرة هذه او المسافرين اللي كاينين على الطائرة هذه موجود الفنان حمدي البالغ من العمر على الاقل 100 اغنية نقربوا عنده بعد تلفزيون 3 باش نشوفوا معاه مشاكل الاغنية العربية. بالغ حمدي مساء الخير. هذه مفاجأة انه كانك على خطوط الملكية المغربية بين كنتي وبين غادي. يا صدفة ظريفة، أولا كنت في المغرب وبعدين رحت على باريس ورجعت على المغرب وفي طريق القاهرة. اوكي انت من الفنانة طبعا اللي كيجي المغرب باستمرار أصبحت جزء من المغرب. لا من زمان تاريخيا مشان أجدادنا وأجداد أجدادنا من التاريخ. المغرب العربية المشرق العربي في الآخر هو وطن عربي. نعم. الآن إذا يمكن نتكلموا على مشكلة الأغنية العربية ككل، لأن هذا موضوع كنظن أن الأغنية العربية وصلت لواحد من المرحلة ولكن ما تجاوزت الحدود بصفة يعني هو تقصد أنهي حدود يعني أصل حدود الوطن العربي حدود عظيمة يعني. طبعا حد ذاتها هي اغنيه عالميه في حدود الوطن العربي في حدود العالم باكمل. فبعتقد ان يعني فترات وجيزه وتصل الاغنيه العربيه للعالم العربي وعدم وصولها في الفترات الماضيه كلها يعني عوائق سياسيه اكثر منها يعني فكريه او موسيقيه يعني. وفي ايدينا احنا حل المشكله اكيد يعني لا شك في ايدينا لو يعني خدنا بالنا او تيقظنا للسبب او العائق الحادث فعلا والموجود. لان تعرف لغه اللغه في الموسيقى مش عائق عمرها ما كانت عائق يعني. فشعوبنا العربيه وشعوب العالم تستوعب اكثر من لغه رغم عدم دراستها لهذه اللغه لمجرد انها موسيقى. بس الفائد او اللغه المعروفه اكثر شيء هي اللغه المصريه طبعا سواء على مستوى الاغنيه يعني بنتكلم عن الاغنيه العربيه عموما يعني. يعني مشكله لهجات يعني اذا كنا بنتكلم في مشكله اغنياتنا في وطننا العربي سواء المغرب العربي او المشرق العربي فهي مشكله لهجات ليس اكثر ليس اقل يعني. انما التاثيرات من قديم الزمن في الوطن ككل فهي هناك وحده موسيقيه لا شك فيها سواء كانت تسمى بالاغنيات من المغرب العربي او اغنيات من المشرق العربي. اللهجات في الاقليم في البلد في الوطن الواحد او بمعنى اصح في البلد الواحد في وطننا الكبير بتختلف فما بالك في وطننا الكبير من بلد الى بلد يعني. فما نمسك المغرب العربي في حد ذاته لو حددناه او نحاول ان نحدده لهجات مختلفه من تونس الى الجزائر الى المغرب الى ليبيا قبل يعني انما كله مغربنا العربي طبعا. المشرق العربي اما تخفي من الحجاز الى الجزيره العربيه كامله الى الخليج العربي كاملا فاللهجات مختلفه دي ايضا يعني انما في الاول وفي الاخر هي لغه عربيه اللهجات بتختلف من في بلد واحده تختلف من الجنوب الى الشمال فما بالك في من وطن الى وطن انما في الاول وفي الاخر هو وطن عربي كامل يعني. انتشار اسلوب معين او لهجه معينه يجوز راجع للنشاط الاكثر يعني او الظروف الاصح يعني. يعني مثلا انا بشوف في المغرب العربي من ضمن المشاكل او من ضمن عدم انتشار رغم ان في اغاني كتير انتشرت يعني من خلال حفلات للمطرب اخونا عبد الوهاب الدكالي في القاهره من خلال نعيمه سميح من خلال كثير من المطربين والمطربات انتشرت في وطننا العربي كله. اما هي مشكله تقنيه اكثر منها مشكله موسيقيه.
تقنيه. ازاي تقنيه يعني؟ يعني انا شخصيا مش لاقي استوديو واحد يصلح لتسجيل موسيقى واغنيه في المغرب العربي كله على بعض. النهارده لما تشتري كاست الاجهزه كلها اللي بتتباع وصلت لنا مرحله الاستريو، يعني مراحل متطوره من الاجهزه اللي بنستعملها، استعمال حتى الكاست، استعمال الاسطوانه الديسك يعني، فعلى الاقل يعني نديها تقنيه تساوي هذه التقنيه. انا بشوف ان ده من اخطر المشاكل اللي بتصادف الفن في مغربنا العربي.